مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دار التعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 2 Lesson 2 اليونت الثاني الدرس الثاني. عنوان الدرس Spare Time. Spare Time معناها وقت الفراغ، ما الذي تفعله في وقت فراغك؟ في البداية بالفقرة الأولى يقول Listen، استمع. Where do the boys decided to go؟ أين قرر هؤلاء الأولاد أن يذهبوا؟ Order the dialogue as you hear it. رتب هذه المحادثة بالترتيب اللي راح تسمعه أثناء المقطع الصوتي. بالبداية هذا نشاط صفي، الأستاذ يشغل مقطع صوتي بداخل الصف. هذا المقطع الصوتي عبارة عن محادثة بين هؤلاء الأولاد، لكن المحادثة اللي منطيك إياها بالكتاب عبارة عن جمل مخربطة. يقول لك أنت مو راح تسمع المقطع الصوتي، رتب هذا المقطع الصوتي بالترتيب اللي تسمعه. فهنا هذا مجرد نشاط صفي، إحنا اختصارا للوقت رتبناها، طيناها على شكل أرقام. المحادثة أو الجملة الأولى اللي يقولوها هي هاي الجملة، ومن ثم الجملة الثانية إلى آخره. راح رتبناها اختصارا للوقت، وراح نوضح مفردات الجمل، وراح نعرف شنو المطلوب حفظه من هذا المقطع النصي أو من هذا النشاط. بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي What would you like to do this afternoon؟ ما الذي تحب تودونه فعله في هذا المساء؟ واحد من هؤلاء الأشخاص يسألهم، يقولون شو تحبون تسوون بهاي المساء بهذا المساء؟ فيرد عليه واحد يقول I don't know، أنا لا أعلم. المحادثة الثالثة والجملة الثالثة يقترح على اقتراح، يقول له How about going to the park؟ لما لا نذهب إلى البارك، إلى المتنزه؟ أنا سوال اقتراح معين، قال له ليش ما نروح المتنزه؟ اقتراح لباقي الأولاد. النقطة اللي بعدها What to play football؟ قال له شنو؟ روح المتنزه على مود لعب كرة القدم. وراها النقطة الخامسة أو الجملة الخامسة Yes why not؟ قال له نعم. لما لا؟ ليش بعد ما نروح نلعب طوبة؟ فالنقطة السادسة يرد عليهم يقول له No, it's too hot. كلا، الجو جدا حار. اللي بعدها النقطة السابعة يقول له I'd rather to go to the cinema to watch a film. شو يقول له؟ يقول له أنا أفضل، I'd rather معناها أنا أفضل أن أشاهد أو أذهب إلى السينما لكي أشاهد فيلما. هذا اقتراح، هذا رفض الاقتراح. وراها اقترح أي اقتراح ثاني، قال ليش ما نروح للسينما على مود نشوف فيلم؟ فيجاوبه I'd rather not، أنا لا أفضل ذلك. I don't like the films at the cinema، أنا لا أحب مشاهدة الأفلام في السينما at the moment، في هذه اللحظة. يعني حاليا أنا ما أرغب بهذا الموضوع، شوف لك غير اقتراح، سوي لك غير اقتراح. النقطة التاسعة والجملة التاسعة Okay what would you like to do؟ قال له زين، أنت شو تحب تسوي؟ واحد من هؤلاء الأشخاص قال له أنت شو تحب تسوي؟ النقطة العاشرة قال له Let's go to the mall، دعنا نذهب إلى المول المجمع. There is a new game shop، هنالك محل ألعاب جديد. And we can have lunch there، ويمكننا أن نحظى بالغداء هنا. قال ليش بنروح المول؟ هم نلعب لعبك محل مال ألعاب مفتح، وهم نقدر نتغدى هناك. نقطة 11 قال لي yes that's a good idea، نعم تلك فكرة جيدة. I hope you have some money، أأمل بأن لديكم بعض الأموال. يعني احنا راح نروح بس احنا المفروض نحتاجين فلوس، فأعمل انه انت عندكم هذه الفلوس. هذا ما يخص النشاط الاول. مثل ما وضحنا الاستاذ يعني مقطع صوتي بداخل الصف، الطلاب يستمعون للمقطع الصوتي ويرتبون هذه المحادثه حسب الترتيب اللي يقولوه بالمقطع الصوتي. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي، لكن الطلاب ركزوا وياي على هذا اللي راح اقوله. هذا من الجمل بهن، هو موضح لي باسفلها بهن set preference، بهن جمل تفضيل and making suggestions، وجمل اقتراحات. هذا راح يقودنا لموضوع قواعدي جدا جدا مهم، اللي هو او موضوع عن قواعديات، اللي هن موضوع التعبير عن التفضيل، وكذلك موضوع عمل الاقتراحات، بالاضافه الى موضوع ثالث احنا ضفناه لان هم يتكرر بالامتحان الوزاري، اللي هو موضوع الموافقه على الاراء والمقترحات. راح نشرحها ان شاء الله بالدقائق القادمه، خليكم ويانا. الآن مع موضوع قواعدي جدا 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 مهم، اللي هو موضوع التعبير عن التفضيل. هذا الموضوع كلش هواي يتكرر بالامتحان الوزاري، وإذا تتذكرون بالدرس السابق أخذنا موضوع التعبير عن الحب وعدم الحب، اللايك والديسلايك، أخذنا وياه 3 صيغ. أما هذا الموضوع 5 صيغ من الممكن تجينا بالامتحان الوزاري، يعني إما يجينا على شكل اختيارات، على شكل صحة، على شكل عبر عن تفضيلك، على شكل احنا راح نشوف انه ينطيني تفضيل ويقول لي فضل تفضيل مضاد الى اخره، او يسالك عن الشغله اللي تفضلها انت الى اخره. اذا هذا الموضوع وزاري كلش هواي يتكرر بالامتحان الوزاري، اسمه التعبير عن التفضيل.
فرقا. هو طبعا كموضوع جدا بسيط، لكن الطلاب يوقعون بخطأ. دائما أشوف طلابي يوقعون بخطأ لازم ننوع عليهم. شنو هذا الخطأ؟ احنا بالدرس السابق ايش قلنا؟ قلنا اذا اريد نعبر عن حبنا او عدم حبنا لشيء معين اقول اما I like او I love او I enjoy. هاي مراجعة سريعة للدرس السابق. I like او I love او I enjoy زائدا اما اسم او فعل يحمل ing. على سبيل المثال اقول I like cinema او I like going to the cinema. انا احب السينما او احب الذهاب الى السينما، نفس الفكرة. إذن عبرنا عن شنو؟ عبرنا عن الحب وعدم الحب. I like love و enjoy جوارها فعل يحمل ing. عدم الحب أدنى أداتي يعني اللي هي I don't like و I hate يجي وراها كذلك أما فعل يحمل ing أو اسم. على سبيل المثال I hate playing tennis، أنا أكره لعب التنس. لكن موضوعنا اليوم بنفس الطريقة بنفس الفكرة، لكن الطلاب يقعون بخطأ شنو؟ إنه ما يميزون بين قواعد الحب وعدم الحب اللي أخذناها في الدرس السابق وبين قواعد التفضيل اللي راح نأخذها في الدرس، لأن شوية بعض الشيء يتشابه. فركزوا وياي على الملاحظات اللي راح نكتبها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. بالمناسبة هو شنو التعبير عن التفضيل؟ التعبير عن التفضيل وفرق عن التعبير عن الحب. التعبير عن الحب مثلا لما نقول I like going to the cinema، أنا أحب الذهاب إلى السينما، هذا الشيء أنا أحبه. لكن التعبير عن التفضيل أفضل شيء على شيء معين. يعني على سبيل المثال زميلي عزمني بالمطعم وش قال لي؟ قال لي would you like to have fish or chicken؟ تريد تأكل سمك أو دجاج؟ أنا اثنيناتهم أحبهم، أحب السمك وأحب الدجاج. من ناحية الحب وعدم الحب أنا أحب السمك والدجاج. التفضيل هو أني مثلا أفضل السمك على الدجاج، هذا الفرق. يعني أنا اثنيناتهم أحبهم لكن على سبيل المثال أفضل السمك. أشرح أقولنا، أقول له I'd like to have على سبيل المثال fish، أود أو أرغب بأن أحظى بسمك. هذا مو معناه أني ما أحب الدجاج، أحب الدجاج لكن أنا فضلت السمك على الدجاج. بالبداية هنا عند مقدمة الدرس قبل ما ننتقل للصيغ أو قبل ما ننتقل للقواعد، يقول لي قبل البدء بشرح موضوع التعبير عن التفضيل قبل ما أشرحه لازم عندك شغلة تحفظها. شنو هي؟ يجب علينا أولاً معرفة بعض أنواع الرياضات، الهوايات، الألوان، الأكلات إلى آخره. يعني أنا لازم أعرف على سبيل المثال أنه الفوتبول تعتبر من الرياضات، التنس تعتبر من الرياضات، الجمناستيك تعتبر من الرياضات، الباسكتبول كرة السلة تعتبر من الرياضات. هاي أي طالب يعرفها، لكن إحنا نراجعها خاف ناسيهم أو خاف أكو كلمة أنت ما تعرفها راح تتعلمها من خلال هذا الدرس. حسب الله الرياضات أغلبكم يعرفوها. الهوايات، الفيشنج تعتبر من الهوايات، صيد السمك تعتبر من الهوايات، سيلينج الإبحار من الهوايات، كامبينج أخذناها بالدرس السابق، التخييم من الهوايات، سويمينج السباحة من الهوايات. زين الكولرز الألوان، شنو الكلمات اللي تدل على الألوان؟ وايت أبيض من الألوان، ريد أحمر، جرين أخضر، براون بني إلى آخره. هذا اللي كلنا نعرفه، هذا اللي جدد ممكن يكون علينا. كلمة كوميدي أي طالب يعرفها لأن إحنا كلمة نستخدمها. كوميدي معناها شنو؟ مضحك. هذه تعتبر من أنواع المسرحيات أو من أنواع الأفلام. شنو نوع هذا الفيلم اللي باوعت له؟ نوعه إنه كوميدي. شنو نوعه؟ نوعه هرب رعب. شنو نوعه؟ نوعه تراجيدي حزين. شنو نوعه؟ نوعه أدفنتشر مغامرة إلى آخره. لازم نعرف أنواع الأفلام والمسلسلات والمسرحيات. وراها اللسنز الدروس، الأرت الفنية من الدروس، إنجليش اللغة الإنجليزية من الدروس، هيستوري التاريخ من الدروس، الماتس الرياضيات من الدروس إلى آخره. البلايسز الأماكن، السينما تعتبر من الأماكن، البارك المتنزه من الأماكن، بيتش الشاطئ من الأماكن، كافي المقهى من الأماكن، الفود الأطعمة، فيش تعتبر من الأطعمة، chicken الدجاج من الأطعمة، رايس الرز من الأطعمة، vegetables الخضروات من الأطعمة إلى آخره. زين أستاذ إن أنا حفظت هذا الجدول أو عرفت إنه ذن الكلمات كل كلمة أرجعها لي حقل، ذن عندنا مجموعة من الحقول، حق للأطعمة، حق للأماكن، حق للدروس، حق للتي في بلايز المسرحيات، الستوريز القصص، الألوان، الهوبيز الهوايات، السبورتس الرياضات. مثل ما طلبت من عندي أنا عرفت كل كلمة من ذن الكلمات تعود لي حقل من الحقول اللي انطيتك اياها. بشنو راح تفيدني؟ بعد قليل راح نشوف انه اكو صيغه من الصيغ
ما أقدر أحلها أو صيغتي النصية ما أقدر أحل إلا أعرف مثلاً هو يحيشاح يقول لي راح يقول لي I like white أو أنا I prefer white أنا أفضل اللون الأبيض. What about you؟ ماذا عنك؟ أنت لازم تعطي كلمة من نفس الحبل. فتقول لما على سبيل المثال red على سبيل المثال green فأنت لازم تعطي كلمة من نفس الحبل. إن شاء الله نشرحها بالطريقة المفصلة لما نوصل للصيغة المتعلقة بها. الآن expressing preference مبدئياً إذا أريد من عندك تحفظ أن كلمة preference هذه الكلمة جداً مهمة. preference معناها تفضيل. بالدرس السابق إيش كان يقول لي؟ كان يقول لي express your like عبر عن حبك، express your dislike عبر عن عدم حبك. هسه إيش راح يقول لي؟ يقول لي express your preference عبر عن تفضيلك. فأنا شلون أعرف اسم الموضوع؟ لازم أنا حافظ اسم الموضوع. أو شلون أعرف هذا المثال؟ لازم حافظ اسم الموضوع. اسم الموضوع هو preference التفضيل أو المفاضلة. جيد. هسه أنا أدي ثلاث أدوات استخدمهم للتعبير عن التفضيل. شخص ما دعاني على أكل على فد مطعم معين وخيرني بين عدة أكلات. أنا شلون أعبر عن الأكلة اللي أفضلها من بين هاي الأكلات اللي أعرضها عليها؟ عندي ثلاث أدوات. إما أستخدم آيد أحفظ وياي طلاب آيد لايك هاي الأداة الأولى أو أستخدم الأداة الثانية آيد لاف أو الأداة الثالثة آيد رابع. هسا نجيين وحدة وحدة. طبعاً ثلاثة معناها أنا أود أو أنا أرغب أو أنا أفضل. ثلاثة بنفس المعنى. هسا الآيد لايك أنا أرغب شو يجي وراها؟ انتبه وياي وحفظ وياي اللي يجي وراها. آيد لايك يجي وراها تو زائدا فعل مجرد زائدا التكملة. مثلاً على سبيل المثال صديق سألني Would you like fish or chicken؟ ترغب بالسمك أم الدجاج؟ شلون تجاوبه؟ شلون تعبر عن تفضيلك؟ تقول I'd like أنا أود أو أنا أرغب to have على سبيل المثال أن أحظى أو to eat أن أكل fish. أنا أرغب بأن أكل السمك. الأداة الثانية I'd love نفس الطريقة. هم أنا يأتي بعدها to زائد فعل مجرد زائد التكملة. نفس المثال أقول له I'd love to have fish أنا أرغب بأن أحظى بسمك. I'd love to eat fish أنا أرغب بأن أكل السمك. I'd love وto والفعل كيف السمك شو نسوي له؟ السمك ناكله فنقول I'd love to eat أنا أرغب بأن نأكل أو أن أكل. والأخيرة I'd rather هذا شو يجي وراها؟ يجي وراها فعل مجرد مباشرة. نانا يجي to زائد فعل مجرد نانا يجي to زائد فعل مجرد لأن قبل يجي وراها قبل فعل مجرد. فشلون أعبر على نفس الجملة؟ أقول I'd rather have fish أنا أرغب أو أنا أفضل بأن أحظى بسمك. هسه تعرفنا على الأدوات الثلاثة. هاي الأدوات مهمة جدا. هسه واحد من الطلاب يعترض أو يسأل يقول أستاذ تقريبا هو هنا الفكرة مال الموضوع تقريبا هذا اللي كتبت لنا إياه أو هاي القاعدة اللي أعطيتنا إياها تقريبا مشابهة للقاعدة اللي أخذناها بالدرس السابق. الدرس السابق إيش قلنا القاعدة؟ تقول I like شوفوا I وراها like مباشرة ما بينات شيء. نانا شنو؟ I'd like أوقف أستاذ هاي بدي شنو؟ الآيد هي مختصر مع I would هي هذا الفرق. الفرق بكلمة would. الآيد like يجي وراها تو فعل مجرد. الآي لايك اللي أخذناها في الدرس السابق يجي وراها فعل يحمل آي إن جي. آيد لاف همنا نفس الشيء. شنو المختصر مع شنو؟ مع الآي ويد لاف نفس الفكرة. همنا هيك آي لاف يجي وراها فعل يحمل آي إن جي. هذه آيد لاف يجي وراها تو زاد الفعل مجرد. هي هنا الخطأ اللي قبل شوية وضحناه. الخطأ اللي يقع به الطالب إنه ما يميز بين ذن الملاحظات أو بين ذن القواعد الثلاثة والقواعد اللي أخذناها بالدرس السابق. الآن ميزنا عرفنا شنو قواعد البريفرنس نستخدم مثال. على سبيل المثال أنا أعبر عن تفضيلي لرياضة كرة القدم على سبيل المثال. فش أقول كيف يعني أستخدم القاعدة اللي أرغب بها حاليا. أقول I'd love أنا أرغب to أن أوقف أنا شقلت أريد أعبر عن تفضيلي للاعب كرة القدم. كرة القدم شنو الفعل المناسب لها؟ الفعل المناسب لكرة القدم هو الفعل بلاي يلعب. أنا أرغب أو أنا أفضل أن ألعب إيش تلعب الفوتبول
كرة القدم. أكو هنا ملاحظة جدا جدا مهمة أريد أنوه عليها. بالدرس السابق قلنا إنه I like و I love و I enjoy و I don't like و I hate كل هذه الأدوات يأتي، انتبه لنا هؤلاء، يأتي بعدها أما اسم أو فعل يحمل ING. إيش دا أقول؟ دا أقول أو فعل يحمل ING. يعني إذا ما لقيت فعل عادي أنزل الاسم. إذا تتذكرون أقول على سبيل المثال I like cinema، أنا أحب السينما، I like في اسم. أو أقول I like going to cinema، أنا أرغب بالذهاب إلى السينما. جملة هاي الجملة الثانية بها فعل، الجملة الأولى ما بها فعل. يعني شو أنت أوضح؟ أقول بالقاعدة الـ I like أو الحب وعدم الحب، من الممكن أن الجملة بها فعل أو ما بها. يعني هنا بها فعل اللي هو الفعل going، لكن هنا ما عندي فعل قبل السينما، هو مجرد I like cinema، أنا أحب السينما، هو الفعل الرئيسي أصبح شنو؟ اللايك. لكن المشكلة وين؟ المشكلة هنا، هنا لازم يكون عندك شنو؟ لازم يكون على الأقل عندك فعل واحد. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني مثلا ما يصير تقول I love to football، أنا أحب أو أنا أفضل كرة القدم. باللغة العربية بالترجمة يجوز بين وكأنها مناسبة أو ما بها غلط، لكن باللغة الإنجليزية أنت هنا لما ندخل لفعل فهنا خطأ لازم تعالجه. لازم بجملة البريفرنس، بجملة التفضيل، لازم الجملة تحتوي على فعل قبل الاسم اللي أنا أرد أعبر عن تفضيله. أضرب لك مثال ثاني، أرد أعبر عن تفضيلي للذهاب إلى السينما، نفس المثال مال الآي لايك وايد والديسلايك. شوف هنا أنا عبرت عن حبي للسينما، أقول I like cinema، أنا أحب السينما، أو I like going to the cinema، أحب الذهاب إلى السينما. لكن لما أريد أعبر عن تفضيلي للذهاب إلى السينما إيش أقول؟ على سبيل المثال أقول I like، I like، أنا أود أو أنا أرغب، زائدا شنو؟ to، زائدا لازم أجيب فعل مجرد. لنفترض أستاذ ما خليت فعل مجرد، راح أعيد فارق. إيش قلت هنا؟ سينما. إيش صارت الجملة؟ كم معنى الجملة؟ جزء معناها صحيح. أقول I like to cinema، أنا أرغب بالسينما. لكن هذا الجملة خطأ. لازم الملاحظة شو تقول؟ تقول لازم تجيب الفعل. هذه أدوات أو قواعد التعبير عن التفضيل لازم تخلي الفعل فعل قبل الاسم اللي أنت عبرت عن تفضيلك له. فهنا السينما، شو الفعل المناسب له؟ أذهب إلى السينما، فأقول I like to go to the cinema، أرغب بالذهاب إلى السينما. أضرب لك مثال ثالث على ما تكون المثال أو الفكرة أوضح. أنا أريدك تعبر لي عن تفضيلك للشاي أو القهوة، شو تقول لي؟ خلينا نستخدم I'd rather. قلت I'd rather، أنا أفضل، ما خليت فعل، خلي عيب فارغ. وكلمت إن أنا مثلا على سبيل المثال تي، أنا أفضل الشاي. لكن الجملة خاطئة. ليش خاطئة؟ لأن الشاي يجب أن يأتي قبل فعل مجرد، أو الآيد رادا يجب أن يأتي بعدها فعل مجرد. هاي الآيد رادا يجب أن يأتي بعدها فعل مجرد. بالدرس السابق قلت لك خلي لي آي إن جي، وإذا ما لقيت آي إن جي عادي خلي لي الاسم. فش قلت في وقتها؟ قلت آي لايك جوينج تو ذا سينما، أحب الذهاب إلى السينما. ولما ما لقيت فعل قلت آي لايك سينما، أنا أحب السينما. فهنا بالقارة الحب وعدم الحب عادي ما أخلي فعل، لكن هنا يجب أن تضع فعل. إيش راح يصير؟ الشاي إحنا شو نسوي له؟ شو الفعل المناسب للشاي؟ نشربه. فأقول I'd rather drink tea، أنا أفضل أن أشرب الشاي. أصبحت الجملة قواعديا صح. هذا ما يخص القواعد الثلاثة عن موضوع البريفرنس. وحفظوه الإنسان. I'd like يأتي بعدها to ومن ثم فعل مجرد. I'd love يأتي بعدها to ومن ثم فعل مجرد. I'd rather مباشرة يأتي بعدها فعل مجرد زائدا التكملة. زين استاذ شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها؟ هذا الموضوع يجيب عدة صيغ، خمس صيغ من الممكن يجيني بها هذا الموضوع بالامتحان التحريري. واحدة من الصيغ اللي اخذناها بالدرس السابق اللي هي صيغة الاختيارات. يعني على سبيل المثال شو يقول لي؟ يقول لي هاي الصيغة الأولى اللي هي الاختيارات، يقول لي I'd rather helping لو help لو to help my mother in the kitchen، أنا أفضل أن أساعد أمي في المطبخ. أجل استاذ طه ايش قال؟ شوف الأداة مالتي المطنياها شنية؟ I'd rather، تذكرون قبل دقيقة إيش قلنا؟ قلنا I'd love
والآية لاي يأتي بعدها تو ومن ثم فعل مجرد، والآية رضا يأتي بعدها فعل مجرد مباشرة. فأخليها أقول أعيد كتابة الجملة. I rather help أفضل أن أساعد my mother in the kitchen، أفضل أن أساعد أمي في المطبخ. نتأكد خاف إحنا بعد ما عدنا شك بالحل مالتنا. I rather يأتي بعدها فعل مجرد. I rather يأتي بعدها فعل مجرد. ING ما أخلي والتو ثم فعل مجرد ما أخلي، هاي استخدمها ويا الآي لاي والآي لا. مثال آخر قال لي I rather نفسيته. I rather go لو gone لو to go. go فعل مجرد، ال gone أخذناها بالثاني متوسط تعتبر تصريف ثالث لفعل go. فأقول I rather go لو gone لو to go. to زاد الفعل مجرد ما تفيدني، تصريف ثالث ما تفيدني. الآي rather يأتي بعدها فعل مجرد. فأعيد كتابة الجملة أقول I'd rather أنا أفضل go أن أذهب to the beach، أفضل أن أذهب إلى الشاطئ and play football وألعب كرة القدم. أصبحت جملة تفضيل مناسبة أو صحيحة. المثال الثالث طبعاً أنا أستاذ ليش تكرر بعبارة I'd rather I'd rather I'd rather، لأن هذا اللي أحكي لك عن الوزاريات اللي جاءت سنوات سابقة، هذا وزاري وكذلك هذا وزاري وهذا وزاري. وزاريات السنوات السابقة لحد الآن كنا مستخدمين قاعدة الآي درادر. أجي أعيد يا قاعدة منطيني آي درادر إيش منطيني؟ stay فعل مجرد، stay فعل ماضي to ومن ثم فعل مجرد، مو to فعل مجرد. to فعل مجرد يجي ويا الآي لايك والآي طلاب. stay فعل ماضي ما قلنا عن فعل ماضي، إذا نقول stay. أعيد كتابة الجملة آي رادر. دائما خلي نفسك طويل بالامتحان ولا تتعاجز انك تعيد كتابة الجملة، مو بس تكتب الاختيار. اقول I'd rather زاد الفعل شنو؟ stay. I'd rather stay at home، افضل ان ابقى في المنزل because of the coldness بسبب البرودة، الجو بارد برا فانا افضل ان ابقى بالبيت. بعد مثال ثالث شوفوا هنا الطلاب they'd rather او قبل أنت ما قلت إن على قاعدة اسمها ذا إدرادا. بالدرس السابق قلنا من الممكن استبدال الفاعل I بأي فاعل آخر. شنو من الفواعل الأخرى؟ ال he، ال she، ال it، ال they، ال we، ال you، ال I إلى آخره. هذا الفاعل أشيله وأخلي أي واحد من الفواعل اللي ممكن أبدل به. فهنا أنا هو شو مسويني؟ هم على نفس الطريقة. ذا يدراغا تبه وياي قبل شوي ايش قلت لك؟ قلت لك ايد مختصر مال شنو؟ مال اي ود. زين ذا يد مختصر مال ذي نفس الفكره، ود نفس الفكره. فاحنا هنا مجرد الذي الاي وخرت خلى بداله ذي. اذا ذا يدراغا قاعده الرابع نفس الطريقه، شو يجي وراها؟ يجي وراها فعل مجرد لاست تايم، يجي وراها فعل يحمل ان جي لاست تايم، يجي وراها فعل مجرد نعم. فاقول زيد راذر هم يفضلون شنو الفعل؟ بلاي. هم يفضلون ان يلعبوا فوتبول اون ذا بيتش، يفضلون ان يلعبوا كره القدم على الشاطئ. اذا لاحظت الامثله اذكركم بالقاعده او بالملاحظه اللي قلت لكم اياها، لازم هاي الجملة بها فعل، هذا فعل، هذا فعل، لازم هذا فعل، لازم يكون الجملة تحتوي على فعل، البلاي هو الفعل. فهنا المستحيل من غير ممكن أن يجيب لك جملة بالامتحان الوزاري بقاعدة البريفرنس، قاعدة التفضيل، ويقول لك حل إياها والجملة تحلها وما بها فعل، مثل ما أخذنا أو مثل ما طبقنا بموضوع اللايك والدسلايك. اللايك والدسلايك عاد ما في مشكله، لكن موضوع البريفرنس ابد ما تتحمل. اي وود لايك هنا شو نسوي؟ قال لك قبل شوي انا قلت لك ايد لايك او ايد لاف او ايد راذر، هنا شو مسوي؟ فارق الاختصار. قال لك اي وود لايك، اي وود لايك يعني شنو؟ يعني نفسيتها ايد لايك. يلا قبل شوي ايش قلنا؟ الاي وود لايك شو يجي وراها؟ هاي الايد لايك يأتي بعدها to ومن ثم فعل مجرد. يلا خلينا نجي نشوف الاختيارات. going be ing last time فعل مجرد فقط، لا ذيك فقط ويا الرابع.
to ومن ثم فانجردنا إذا نقول له I'd like to go out and أذهب to the park this afternoon إلى المتنزه في هذا المساء. هذا ما يخص الصيغة الأولى اللي هي الاختيارات. هاي كلها أمثلة وزارية جتي أو صادفت في السنوات السابقة. حاول تكتبوها بالدفتر وتكتبون ملاحظات اللي نكتبها على مجسر عندك الموضوع سهل بامتحان الشهر الثاني، امتحان نصف السنة، والامتحان الوزاري. الصيغة الثانية صيغة صحح الفعل. البارحة أو بالدرس السابق إيش قلنا؟ قلنا إنه إذا قال لك صحح الفعل أعيد وأكرر. إذا قال لك صحح الفعل فقط تصحح الفعل اللي منطيك إياه بداخل الأقواس. باقي الجملة أبد ما تغير فيه. لا تغير بشكل بتركيب الجملة ولا تغير بترتيبها. إذا شغلتي فقط أصحح الفعل اللي بين الأقواس. أنا قال لك هذا صح. إيش منطيني يا أداة؟ منطيني أداة الآي إطلاق. يلا الآي إطلاق شنو يجي وراها؟ يأتي بعدها تو ومن ثم فعل مجرد. هاي الآي إطلاق نزلتها ما غيرت بها شيء. بعد شو يجي وراها؟ يجي وراها تو. خليت تو والفعل المجرد اللي منطيني اياه بين أقواس ينزل كما هو. I'd love to have زاد التكملة tea in the cafe. أنا أفضل أن أحظى بشاي في المقهى. أتأكد خاف أني غلطان أو ناسي. أعيد أضاف يأتي بعدها to ومن ثم فعل مجرد. أعيد أعيد أضاف يأتي بعدها أعيد أضاف يأتي بعدها to. خليت الفعل خليت له to وخليته هو نزلته كما هو فعل مجرد. أستاذ يعني صححته؟ نعم أستاذ شنو صححت به؟ مجرد أضفت له to صار أصبح فعل صحيح. سابقا كان فقط فعل مجرد هذا غير صحيح غير ملائم لقاعدة الآيد لا والآن أصبح ملائم أكثر. الجملة الثانية شو يقول لي؟ يقول لي use أو هنا عندنا صيغة جديدة الصيغة الثالثة عبر عن تفضيلك. تذكرون بالدرس السابق لما يقول لك express your like أو express your dislike تذكرون الملاحظة شو تقول؟ نعم أستاذ لحد سأتذكرها concerning كلمة concerning وما قبلها شو نسوي لها؟ نحذفها. والبقت عندي إذا بقت عندي كلمتين فالأولى فعل والثانية اسم. وإذا بقت عندي كلمة واحدة فهذه الكلمة تعتبر اسم. إذا اسم هنا لازم نجيب له فعل. هنا أنا سوي ما منطيني جملة منطيني بيها فقط اسم. هنا أنا منطيني كلمتين اللي بقت عندي بالجملة بعد ما حذفت بقت عندي كلمتين. إيش قلنا إذا بقت كلمتين أو بقت أكثر من كلمة بشكل عام فالأولى تعتبر شنو؟ فعل والباقي تكملة تنزل كما هي. أنا شو يقول لي؟ يقول لي express your preference عبر لي عن تفضيلك. أنت كيفك تستخدم القاعدة اللي تعجبك إذا ما محددك القاعدة. أوقف أستاذ محدد لي قال لي استخدم لي آي إطلاق. هالمرة بعد أنت ما عندك حجة تستخدم أي قاعدة تحب. لازم تستخدم قاعدة الآي إطلاق. شو تقول قاعدة الآي إطلاق؟ آي إطلاق ومن ثم تو ومن ثم فعل مجرد. احفظها. I would love to وفعل مجرد. يلا نجي نطبق. شو تقول؟ تقول I would love انزل ال I love ومن ثم to اجيب من جيبي to حسب القاعدة ومن ثم فعل مجرد. اوقف استاذ الفعل اللي انا جربت جوا خط بي ING انا ايش اريده مجرد لازم ال ING شو اسوي لها؟ اوخرها. فان بلاي ايش راح اصير؟ بلاي I would love to play والتكمله ايش بقت عندي؟ بقت عندي تنس. I would love to play tennis. أنا أفضل أن ألعب التنس. تلاحظوا الطلاب مشيت خطوة بخطوة نفس الخطوات اللي شرحناها بالدرس السابق. إذا لقينا concerning وتذكرون مرات يقول لي شنو؟ يقول لي about كلمة concerning أو about وما قبلها شو نسويها؟ تحذف ومن ثم نطبق القاعدة اللي طلبها من عندي. يقول لي express your preference concerning going to the beach. أستاذ طه ايش قال؟ قال concerning وما قبلها concerning وما قبلها تحذف. ايش بقت عندي؟ بقت عندي كلمة أكثر من كلمة. إذا أكثر من كلمة في الأولى ايش تعتبر فعل ومن ثم التكملة. أنا الفعل هو اللي أغير به أما أخلي له ING أو أضيف له to أو أخلي مجرد إلى آخره. لكن التكملة أبد ما أتلاعب بها. هنا أنا حددني بقاعدة. نعم قال لي أريدك تستخدم لي I would like دير بالك مو تستخدم لي بكيفك القاعدة اللي تحبها. يلا نجي شو تقول قاعدة I would like؟ حاولوا ترجعون على الملاحظات. حلو تقول I would like زائدا to زائدا
فعل مجرد. شنو الفعل المجرد؟ هنا نبي I N G start. شو سوي؟ وخلى I N G. I like to go. زاد التكملة. To the beach. أود أو أرغب بأن أذهب إلى الشاطئ. أصبحت جملة قواعديا ومعناها صحيحة. الجملة الأخيرة express أو use I rather. هالمرة إيش جاي لي؟ قال لي إنك تستخدم لي I rather to express your preference concerning. استعطاها إيش قال؟ concerning وما قبلها ما لا علاقة بها كلها ما استكمل الجملة. منطيني كلمتين، الكلمة الأولى تعتبر فعل والكلمة الثانية تعتبر شنو؟ اسم. يلا قاعدة مال I rather شو تقول؟ تقول I'd rather زائدا قبل يأتي بعدها مباشرة فعل مجرد. ان واتشنج بها ING لازم ايش اخلي لها وايش اسويها؟ اسويها watch زائد التكمله اللي هي شنو هي؟ تي في. I'd rather watch TV. انا افضل ان اشاهد التلفاز. اصبحت الجمله صحيحه. ملاحظه اخيره على مود اتاكد او يطمئن قلبي انه انت افتهمت الفكره. خاف هي ما جايه سابقا بس خاف المدرس مالتك يجيب لك اياها، خاف الوزاري يفكر انه يجيب لك هي تصيرها. شو يقول لي؟ يقول لي express your preference. عبر لي عن تفضيلك about عن على سبيل المثال fish عن السمك. يلا نجي حسب الملاحظات اللي قلت لكم اياها. استاذ طه ايش قال؟ قال اذا لقيت concerning او لقيت about وما قبلها شو نسوي لها؟ تحذف. شوف هنا انا لما حذفت ايش بقت عندي؟ بقت عندي كلمه واحده. بالدرس السابق قلنا اذا حذفنا concerning وما قبلها وبقت عندي كلمه واحده، هذه الكلمه اللي بقت عندي شو نسميها؟ نسميها اسم. اوقف استاذ، انت بالملاحظات او بالقاعده اللي اعطيتني اياها قلت لي لازم تجيب فعل مجرد. انت ما تقدر تكمل الجمله او ما تكون الجمله صحيحه اذا ما بيها فعل مجرد. انت قلت لي هذا الكلام، وانت بالمثال اللي معطيني اياه من اتبعت قاعدتك او من اتبعت ملاحظتك وحذفت about وما قبلها بقت عندي كلمه واحده، وهذه الكلمه انت قلت لي اذا بقت عندي كلمه واحده هاي اسم. اني انا اجيب الفعل سهله جدا بس لا تستعجل. شو تقول؟ اتبع القاعده اللي تحبها. مثلا تقول I'd like، اقول I'd like. انا اود او انا ارغب زائدا تو حسب القاعده دا امشي زائدا فعل مجرد. شو اجيب؟ هنا الفش السمك شنو الفعل المناسب له؟ احنا من يجيبوننا او يقدمونا سمك شنو نسوي له؟ شنو الفعل المناسب له؟ ناكله. شنو الفعل ياكل؟ eat. اذا جبت من جيبي eat قلت لك I'd like to eat زائد التكمله ايش بقت عندي؟ ايش تاكل؟ تاكل السمك. فهناك بالموضوع مال I like و I dislike التعبير عن الحب وعدم الحب، اذا ما لقيت فعل عادي تقول I like fish انا احب السمك. لكن الموضوع هنا يختلف لما نطبق I'd like تجيب to لازم تجيب فعل مناسب. هو قاعده شو تقول لك؟ تقول لك انت ما يكمل معنى الجمله اذا ما تجيب فعل. هسه تو زاد فعل مجرد او فعل مجرد مباشره حسب القاعده. المهم لازم يكون اكو فعل بالجمله. فانت مشيت الخطوات، حذفت بقت عندك كلمه واحده. استاذ طه انت بالدرس السابق قلت لنا هاي الكلمه اذا بقت عندك كلمه واحده هذه اسم. انت بالقاعده من لازم تريد فعل، تشوف شنو الفعل المناسب لهذا الاسم تنزله. ثاني تعتمد على يمن، تعتمد على المعاني اكثر شيء، وتعتمد على الجدول اللي اخذناه بالدرس السابق الافعال والاسماء المناسبه لها. يعني مثلا حذفت وبقت لك سينما، شنو الفعل المناسب للسينما؟ go to the cinema. حذفت وبقت لك فوتبول، شنو الفعل المناسب للفوتبول؟ play football. حذفت وبقى عندك كلمه مثلا تي في، شنو الفعل المناسب للتي في؟ watch تي في. فانت لازم تجيب فعل مناسب لهذا الاسم اللي بقى عندك حسب شنو؟ حسب الجدول اللي اخذناه بالدرس السابق اللي اخذناه على شكل توصيل. هسه اخذنا صيغه الاختيارات وصيغه عبر عن تفضيلك او عبر عن الاشياء اللي تفضلها، وكذلك اخذنا صيغه الصحح. اذا لحد الان اخذنا ثلاث صيغ. الصيغه الرابعه شو يقول؟ تقول فراغ. I prefer فراغ. هذه الهيكليه مالت الطلاب. تذكروا هذه الحكايه او راح تذكروني بالوزاري او تذكروني بامتحان الشهر الثاني. لما يقول لك هاي العباره فراغ
I prefer for us تتبع الخطوات التالية. وهنا نكتب في الفراغ الأول I don't. شوفوا طلاب، شوفوا كل هاي الأمثلة. فراغ I prefer فراغ، فراغ I prefer فراغ، فراغ I prefer فراغ. ثابت يقول لك الفراغ الأول شو تخلي بيه؟ I don't. I don't. هذا شو خلي بيه؟ I don't. وهكذا. هذا شو خلي بيه؟ I don't. هذا شو خلي بيه؟ I don't. وهكذا. الفراغ الأول دائما وهنا نكتب في الفراغ الأول I don't. والفراغ الثاني نذكر الرياضة أو النوم أو الهواية المفضلة. طلاب ركزوا وياي، يعني أنا شو يقول لي؟ واحد يجيني يقول لي I like green color. ترجعون على الجدول اللي شرحناه قبل أو قبل ما نشرح موضوع البريفرنس التفضيل، قلت لكم هذا جدول راح يفيدكم بصيغتين، يعني هذا الصيغة والصيغة اللي بعدها. ايش قلت لك بالجدول؟ انطيتك الألوان، انطيتك رياضات، انطيتك هوايات إلى آخره. هو ايش قال لي؟ قال لي أنا أحب اللون الأخضر. يقول لك هذا واحد إجا قال لك يحب اللون الأخضر، أريدك أنت تخالف الرأي. هو منطق تلميح، قال لك فراغ I prefer فراغ، complete the preference، أكمل التفضيل. استاذ ايش قال؟ قال في الفراغ الأول I don't. قل له أنت بالفراغ الأول قل له I don't، أنا لا أفضل، لا أفضل اللون الأخضر مثلك، خالفت التفضيل. بالفراغ الثاني أجيب له كلمة من نفس الحقل. شلون يعني استاذ من نفس الحقل؟ هو ايش قال لي؟ قال لي أنا أحب اللون الأخضر، فأنت لازم تنطي واحدة من الألوان. فأقول له على سبيل المثال I prefer white، أنا أفضل اللون الأبيض. I prefer red، أنا أفضل اللون الأحمر. ما يصير مثلا هو يقول لك أنا أحب الأخضر تقول له مثلا أنا أحب السينما، هذا شيء غير منطقي. لازم تجيب له كلمة من نفس الحقل. هو قال لي green أخضر، مثلا أقول له white. هسه نرجع على المثال، إيش قال؟ قال I like green color، do you؟ أنا أفضل اللون الأخضر. أم ماذا عنك؟ أنت شو تحب؟ تقول له I don't. الفراغ الأول ثابت I don't. الفراغ الثاني نكتب I don't. والفراغ الثاني نذكر الرياضة أو اللون أو الهواية. هو قال لي green أخضر، أنا على سبيل المثال أقول له white، أنا أحب الأبيض. ما يصير مثلا تقول له I like football، أنا أحب كرة القدم. الإجابة تكون غير منطقية، إلا لازم تنطي كلمة من نفس الحقل اللي انطاني إياها. صار بعد ما افتهمت. بعد قال لي I like swimming، أنا أحب السباحة. Do you؟ ماذا عنك؟ قال لي فراغ I prefer فراغ. استاذ طه ايش قال؟ قال هذه صيغة ثابتة. إذا قال لك فراغ I prefer فراغ، الفراغ الأول شو تخلي بيه؟ خلي بيه I don't، هذا I don't. الفراغ الثاني شو تخلي بيه؟ خلي بيه كلمة من نفس الحقل. هو قال لي swimming سباحة، أنطي كلمة من نفس الحقل. swimming سباحة، مثلا أقول له fishing صيد. طبعا هو الآن ايش قال لي؟ قال لي أريدك تستخدمني تنس، مسهلها علي. أقول له I don't I prefer tennis، أنا ما أحب السباحة، أنا أحب التنس. فهنا أنا منطيني طبعا السباحة تعتبر هواية وتعتبر رياضة، فهي مناسبة لحقل الهوايات والرياضات. بعد الأستاذ ما بتحمل قال لي I like eating fish، أنا أحب أكل السمك. Do you؟ ماذا عنك؟ فراغ I prefer فراغ. فراغ الأول شو يقول؟ أخلي I don't. الفراغ الثاني أنطي كلمة من نفس الحقل. هو قال لي أنا أحب السمك، أقول له أنا أحب الدجاج، أقول له chicken. هو أصلا قاعد يستخدم لي كلمة chicken، مرات يسهلها علي كلش ويقول لي تستخدم لي التفضيل الفلاني. شنو هو التفضيل الفلاني؟ اللي هو chicken، الدجاج. بعد مثال آخر I like playing football، أنا أحب كرة القدم، لاعب كرة القدم. Do you؟ ماذا عنك؟ فراغ I prefer فراغ. طبعا دنيا الطلاب كل هنا أمثلة وزارية، من 17 دور ثاني، من 18، من 18، من 18 دور ثاني، من 18 دور ثالث. إذن الفراغ الأول ثابت، شو أخلي بيه؟ أخلي بيه I don't. الفراغ الثاني أعطيه كلمة من نفس الحقل. هو قال لي فوتبول، وقال لك بعدين أنك تستخدمي تنس. أقول له I don't I prefer tennis، أنا لا أفضل كرة القدم اللي أنت تحبها، أنا أفضل رياضة التنس على سبيل المثال. المثال الأخير I like tennis، أنا أحب التنس. Do you؟ فراغ I prefer فراغ. ثابت الفراغ الأول شو خلي بيه؟ I don't. الفراغ الثاني كان منطيني ايش قال؟ قال لي فوتبول. أقول له I prefer football، أنا أحب أو أنا أفضل رياضة كرة القدم. هذه ما يخص الصيغة الرابعة، الصيغة الرابعة جدا بسيطة. فراغا الفراغ الأول أخلي بيه I don't، والفراغ الثاني
أخلي بالكلمة من نفس الحقيقة اللي أخذناها بالجدول. أما الصيغة الخامسة والأخيرة، تشوفون موضوع متنوع هو موضوع واحد، لكن صيغة متنوعة كل شيء وايد كرر بالامتحان الوزاري، كل عندنا أمثلة وزارية قد نحلهم، لذلك ثابت هذا الموضوع بالامتحان الوزاري، دائما يجي بالسؤال الثاني فرع عي أو من ممكن يجي بالسؤال الثاني فرع بي مثل ما وضحنا بالدرس السابق. هسه what's your favorite؟ لأن بالصيغة هذه شو يقول لي؟ يقول لي هذه العبارة شنو هي؟ What is your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ What is your favorite hobby؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ What's your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ What's your favorite food؟ ما هو لونك طعامك المفضل؟ إلى آخره. إذن هنا ينطيني كلمة أعلى الحقل. شنو يعني استاذ كلمة أعلى حقل؟ يعني نرجع على الجدول، ينطيني وحدة من ذن الكلمات. What is your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ What is your favorite hobby؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ What is your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ What is your favorite story؟ ما هي قصتك المفضلة؟ إلى آخره. كلمة من أعلى الحبل، شلون تتعامل ويا هذا الصيغة؟ شو تقول؟ طلاب ركزوا وياي. القاعدة اللي راح أتبعها هي كالتالي، تقول my favorite sport. هو قال لي what is your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ تقول له my favorite sport رياضتي المفضلة. قال لك what is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ قل له my favorite food. قال لك what is your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ قل له my favorite color. إذن my favorite زائدا كلمة من أعلى الحقل، ومن ثم is، ومن ثم كلمة مناسبة من الحقل. شلون يعني كلمة مناسبة من الحقل؟ يعني مثلا قال لك what is your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضله؟ لازم تنطي رياضه. تقول له my favorite sport رياضتي المفضله is، هي ليش تريد تقول مثلا على سبيل المثال وايت ابيض؟ لازم تنطي رياضه مثلا is football. قال لك what is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ تقول له my favorite food طعامي المفضل is، هو لازم تنطي كلمه مناسبه للطعام مثلا على سبيل المثال fish، وهكذا. سال ما فهمت ممكن توضح لي اياها؟ ركز يا طلاب شلون راح نتعامل ويا هاي الامثله الوزاريه للسنوات السابقه. شوفوا طلاب شو يقول لي؟ يقول لي what's your favorite hobby؟ express your preference use fishing. ايش قال لي؟ ها طبعا 2017 دور ثاني. قال لي اريدك تستخدم لي الفيشنج، انتبه لي النانا. شو اقول له؟ طبعا النانا مو ترجعون تتبعون قواعد الايد لايك والايد لوف والايد رادا. ليش استاذ؟ لان هذه صيغه خاصة اللي هي صيغة الـ what's your favorite زاد الكلمة. صيغة الـ what's your favorite صيغة ثابتة، قاعدتها ثابتة، هاي القاعدة راح نستخدمها وياها. شو تقول؟ الإجابة راح نستخدمها شنو هي؟ تقول my favorite زاد شنو؟ هو الكلمة اللي مطلني اياها من حقل شنو؟ hobby. ما هي هوايتك المفضلة؟ تقول لي my favorite hobby هوايتي المفضلة زاد شنو؟ is. انزل ال is، لازم انطي كلمه مناسبه من الحقل. هو مسهلها على الجايب، قال اريدك تستخدم لي الفيشنج. اقول له فيشنج هوايتي المفضله هي صيد السمك. واحد من الطلاب يقول لي استاذ انا ما انتبهت خليت غير الفيشنج. انا من الممكن المصحح يتعاطف وياك ويساعدك وينطيك درجه كامله، من الممكن انه يعطيك خطا وعلى الاقل يعطيك نص درجه. هذا الموضوع يجي عليه درجتين ويعطيك درجه من درجتين، فاذا انت لازم تنتبه يعني للجمله كامله. خاب بالاخير منطيك تلميح او فكره معينه تستخدمها اثناء جوابك بعد ما افتهم الاستاذ. مثال ثاني قال لي what is your favorite sport؟ سالني عن شنو؟ عن السبورت. اجل my favorite sport، my favorite sport. لنفترض طلاب على مود أأكد على الحل، لنفترض قال لي what's your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ تقول له my favorite food. لنفترض قال لك what's your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ تقول له my favorite color، لوني المفضل. وتكمل. هسا إذا هو سألنا عن السبورت، أنا زلي السبورت. أريد أنطي رياضة، هو أصلا قايل أريدك تستخدم لي فوتبول. أقول له my favorite sport، my favorite sport is، زاد الرياضة اللي منطيني إياها فوتبول. رياضتي المفضلة هي كرة القدم. المثال الأخير شو يقول لي؟ What's your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ أعيد my favorite color، أعيد my favorite
color لوني المفضل ومن ثم is ومن ثم كلمة مناسبة للحق هذا is هو أصلا مطيني قال لك أنا تستخدم لي white أنا أعطيتك الجدول على تتأكد خاف مرات يقول لك بس عبر لي عن تفضيلك فأنت لازم تفضي كلمة مناسبة من الحق يعني مثلا أعتقد بالمثال الأول لا أنا حتى بالمثال الأول مطيني الكلمة لنفترض أنه قايل لي what's your favorite hobby ما هي هوايتك المفضل ومفضلة وما مطيني هذه قال لي express your preference عبر عن تفضيلك فأنت لازم تنطيه هواية مفضلة خاف ما ننطيك يا بالامتحان أنا نطيتك الجدول أنا متختار من الهوايات اللي يجبك ياها بالامتحان هسه هذا كل ما يخص موضوع التعبير عن التفضيل اكتبوا الملاحظات لا تعبرون هذا الموضوع لحد ما تتأكدون ان انتم فهمتوا الموضوع تعبير عن التفضيل شلون يجيني بالامتحان بخمسية بالاختيارات صحح الفعل عبر عن تفضيلك ما هي هوايتك المفضلة فراغ اي بريفير فراغ هذين الخمسية ممكن تجيك الامتحان سجل الوزاريات مالتهم بالدفتر حفظوهن ضبط الموضوع ومن ثم انتقل لموضوع الثاني اللي هو موضوع عمل الاقتراحات اللي راح نشرحه ان شاء الله بالدقائق القادمه خليكم ويانا يعني. الان مع الموضوع القواعد الثاني اللي هو موضوع السجستشنز سجستشنز معناها الاقتراحات طلاب انا لما اريد اقترح على زميلي قبل شويه زميلي اقترح علي تحب الدجاج او السمك تفضل الدجاج او السمك مثلا اقول له I'd like to have fish انا ارغب او اود ان احظى بسمك لكن هالمرة أنا اللي أسوي الاقتراح شلون أو شو القواعد اللي أتبعها على مود أسوي اقتراح لشخص ما إن أنا عندي أربع قواعد القاعدة الأولى شو تقول تقول ود أحفظ وياي طلاب لأن هاي رادلها تركيز أعيد وأكرر الموضوع كل موضوع على حدة مواضيع جدا بسيطة لكن لما أنت تجمع المواضيع كلها موضوع الحب وعدم الحب المفاضلة أو التفضيل والاقتراحات لما تجمع قواعد كلهم يعني الحب وعدم الحب خمس قواعد التفضيل ثلاث قواعد وهذا اربع قواعد راح يصير عندك هواي قواعد بعض الطلاب ما يقدر يميز بين هاي القواعد فانت ورقتك وقلمك بيدك على مود تسجل القواعد تحاول تحفظها القاعده الاولى شو تقول تقول would you like زائدا to زائدا فعل مجرد انتبه يا طلاب زائداً التكملة وبالأخير هالمرة شنو علامة استفهام قبل شوية كانت جملة عادية نهايتها نقطة لكن هالمرة علامة استفهام لأن أنا لما أسوي اقتراح أسأل زميلي مثلاً Would you like to go to the cinema؟ هل ترغب بأن تذهب إلى السينما؟ فهنا أنا أسوي اقتراح على طريقة السؤال Would you like زائداً شنو to مهمنا لازم أكون موجود بالجملة فعل هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية قاعدة الـ how about how about معناها ماذا عن شي جو وراها يأتي بعدها فعل انتبه لطلاب يحمل ing زائدا التكملة وكذلك تنتهي بعلامة استفهام نفس المثال بالمثال الأول ايش قلت لك would you like to go to the cinema هل ترغب أن تذهب للسينما أقدر أستخدم طريقة ثانية أقول له هذا بعد يوم تذهب السينما لما لا نذهب إلى السينما أو ماذا عن الذهاب إلى السينما القاعدة الثالثة قاعدة الـ why not why not يأتي بعدها فعل مجرد بدون لا to ولا ing وهم تكملة وعلامة استفهام نفس المثال would you like to go to the cinema would you like to go هل تود أو هل ترغب بأن تذهب to the cinema التكملة إلى السينما How about going to the cinema ماذا عن الذهاب إلى السينما Why not go to the cinema لما لا نذهب إلى السينما وهكذا القاعدة الرابعة والأخيرة اللي هي قاعدة let's let's معناها دعنا let's go to the cinema دعنا نذهب إلى السينما يأتي بعدها كذلك فعل مجرد زائدا التكملة وهنا نهايتها نقطة الليتس انتبهي طلاب هاي الليتس من جايتني جايتني من let us let us let فعل مجرد هسه بالله ذني الويت هذا أداة سؤال الهاو أداة سؤال الواي أداة سؤال لذلك علامة سؤال بنهاية الجمل مالتهم أما هنا بدأت الفعل إذا بدأت الفعل فهذه جملة عادية
فاستخدم او اخلف نهايتها نقطه. هذا ما يخص الملاحظات الاربعه او القواعد الاربعه اللي راح اتبعهن بموضوع عمل الاقتراحات. نجي ناخذ امثله. على سبيل المثال انت تريد تقترح لزملائك، لصديقك، لاخوك، للعائله، الى اي شخص، تريد تقترح عن اكله معينه، لاكله معينه، تريد تقترح عليه اكله معينه. انا استخدم الاداه اللي ارغب بها، مثلا would you like، شو اقول له؟ اقول له would you like، هل تود او هل ترغب، شو يجي وراها؟ يجي وراها to، هل تود او هل ترغب بان شنو؟ الاكله الفعل المناسب لها شنو؟ eat. هل تود او هل ترغب بان تاكل، ايش تاكل؟ مثلا fish. هل تود او هل ترغب بان تاكل السمك؟ هذه الصيغة الأولى أو القاعدة الأولى. أقدر أكتب قاعدة ثانية مثلاً قاعدة الـ how about. على سبيل المثال أنت تريد تقترح مكان تذهبوا له أنت وأصدقائك، فمثلاً على سبيل المثال تقولهم ليش ما نروح للشاطئ، تقولهم الأداة اللي راح أستخدمها هالمرة how about. على سبيل المثال أقولهم how about ذهاب، يعني شنو الفعل go، how about going، ماذا عن الذهاب to the beach، ماذا عن الذهاب إلى الشاطئ؟ تقولي نهاية شنو؟ علامة استفهام. ليش ما نروح للشاطئ؟ أنت تسوي لهم اقتراح عن موضوع الذهاب إلى الشاطئ. مثال ثالث بنستخدم why not. مثلاً تريد تقترح على زميلك أو على أخوك، تقول له لما لا نفعل واجبنا البيتي. مثلاً أقول why not do homework، لما لا نفعل الواجب البيتي. والاخيره let's، مثلا انا اعزم صديقي على شاي، ايش اقول له؟ let's have a tea. على سبيل المثال let's have a tea، دعنا نحظى بشاي، اقترحت على زميلي انه نحظى بشاي. هذا ما يخص يعني فكره مبسطه القواعد الاربعه للاقتراحات. احفظوا لي كلمه suggestion. suggestion معناها اقتراح، لان هي هاي الكلمه اللي راح اميز بها هذا الموضوع عن باقي المواضيع. هسه شلون يجيني بالامتحان؟ شلون اقدر اجاوب عنه؟ انت حاليا اللي اريده من عندك شنو؟ اللي اريده من عندك تكتب القواعد، تكتب الامثله، تحفظ القواعد، والان ننتقل للصيغه اللي ممكن تجينا بالامتحان. كالعاده اما تجينا على شكل اختيارات، اتفقنا الاختيارات يا سؤال تجينا، السؤال الثاني فرع ب اللي هو السؤال المخصص للقواعد على شكل اختيارات. على سبيل المثال يقول لي how about، انا اتفقت وياكم ان ال how about، هاب ناسين، نرجع نتاكد ال how about ياتي بعدها فعل شبيه، فعل يحمل ing. هو شو مخيرني؟ مخيرني بين go فعل مجرد، going ب ing، و to go to زاد الفعل مجرد. الاختيار الامثل شنو هو؟ going. فاقول له how about going to the mall، لما لا نذهب او ماذا عن الذهاب الى الموت المجمع. الجمله الثانيه طبعا هذه وزاريه قبل 2017 دور ثاني لطلبه الخارجي. الجمله الثانيه نفس الطريقه، هم قال لي هاو اباوت، هاو اباوت شو يجي وراها؟ فعل يحمل اي ان جي. فاقول له هاو اباوت واتشنج تي في فيلم، لماذا نشاهد فيلما بالتلفزيون؟ فاقول له هاو اباوت ياتي بعدها فعل يحمل اي ان جي. كذلك هذه جمله وزاريه بال 2017 بالدور الثاني، وراها جمله وزاريه هاو اباوت فيزيت، لو فيزيتنج لو تو فيزيت، شنو الاختيار المناسب؟ الفعل اللي بي اي ان جي. فاقول له how about visiting our sick friend، لما لا نزور صديقنا المريض. سويت جمله اقتراح، اللي بعدها جايب لي هالمره لاس، اللاس شو يجي وراها؟ خاف ناسين، ياتي بعدها فعل مجرد. هذه اللاس ياتي بعدها فعل مجرد، فاروح اختار الفعل المجرد اللي منطني اياه بالجمله. go لو to go لو going، اختار الجو، ما اختار تو ومن ثم فعل مجرد، هذا خطا، ولا اختار فعل بي اي ان جي. اذا اختار let's go، دعنا نذهب to the library، الى المكتبه. هذه كل الصيغ الوزاريه للسنوات السابقه عن موضوع الاختيارات او عن موضوع السجستشن الاقتراحات بصيغه الاختيارات. من الممكن نجي هنا بصيغه ثانيه، شنو هي الصيغه الثانيه؟ صيغه صحح الفعل، نفس الطريقه قلت لكم. اذا قال لك صحح الفعل، شغلتك انت فقط تصحح الفعل اللي بين قوسين، باقي الجمله ما لها علاقه بي. لما يقول لك correct the verb، صحح الفعل، ايش منطيني؟ منطيني how about، انزل ال how about، انا حافظ قاعدة ال how about، how about ومن ثم فعل بي اي ان جي، الجو لازم اخلي له
ing زاد التكملة to the mall. How about going to the mall؟ لماذا لا نذهب إلى المجمع؟ لا تنسون طلاب علامة الاستفهام، لأن بعض المصححين يوخر درجة إذا الطالب ما حاط علامة الاستفهام، فحرمة تروح عليك درجة من هاي الدرجتين. مثال آخر، how about Sam؟ نفس الطريقة قلت كوريك، صحح الفعل. أنا عندي how about، هذه how about، إيش يجي وراها؟ ساطها قال how about يأتي بعدها فعل، شبيه ING، هو مطلني فعل مجرد، شرح خلي له، ING، ومن ثم تكمله. An email to our friend اللي تنسون علامة الاستفهام. لماذا نرسل ايميل لصديقنا؟ هذا ما يخص الصيغة الثانية طلاب. الصيغة الثالثة صيغة اعمل الاقتراح. يقول لك انت سوي الاقتراح، لا نعطيك اختيارات ولا نعطيك جملة وصحح الفعل مالتها، يقول لك انت اشتغل لي من جديد وسوي لي جملة اقتراح. طلاب هنا بها فكرة، انت كطالب التحدي اللي راح تواجهه بهذه الصيغة هو انه لازم تلقى الفعل المناسب للجملة أو تلقى الفعل اللي بالجملة. إذا موجود بالجملة خيرا على خير، بعض الأحيان الفعل ما ينطيك إياه بالجملة، وبعض الأحيان الاقتراح كله ما ينطيك إياه بالجملة. فأنت لازم، أنت التحدي اللي راح تواجهه بهاي الصيغة الثالثة اللي هي صيغة عمل الاقتراح هو التحدي إنك تلقى الفعل. يعني ما أفهم أستاذ شلون يعني؟ طلاب شوف شو يقول، يقول لي make suggestion، سوي الاقتراح to your little brother، الأخوك الصغير who has a toothache، اللي عنده ألم أسنان. لحد الآن ما عندي أي شيء من الممكن أن أستخدمه بالجملة. أخويا مريض عنده ألم بأسنانه ويقول لك سوي لي اقتراح له. شو يقول لي بين قوسين؟ يقول لي أريدك تستخدم لي هذه العبارة بالاقتراح. See the dentist. See يرى هذه فعل، والدنتست التكملة هذه اسم. هنا أنا قال لي استخدم لي أداة معينة، حددني الأداة المفروض أن أستخدمها. لا صار ما حددني. إذن أنت مخير تستخدم القاعدة اللي تريدها. كيف؟ مثلا أقول أريد أستخدم قاعدة would you like، أقول له would you like زائد to، هذه to حسب القاعدة دائم شعريها، ومن ثم فعل مجرد. خاف ناسي أرجع أعيد الملاحظة، would you like زائد to زائد فعل مجرد. would you like نزلتها، to نزلتها، بقى فقط أدي الفعل المجرد لازم أنزلها. شنو عندي الفعل؟ see. Would you like to see the dentist؟ هل ترغب أو هل تود أن ترى طبيب الأسنان؟ لا تنسوا شنو بالنهاية؟ أنا لا أقترح على أخوي عنده ألم أسنان، أقول ليش ما نروح لرؤية طبيب الأسنان؟ فهذه جملة اقتراح مناسبة للمنطنية. أستاذ لعدة ليش ما استخدمت أي شيء من هاي الجملة للمنطنية؟ هذه الجملة للمنطنية ما تقدر تستخدم منها أي كلمة. هو اللي يقول لك سوي لك اقتراح لأخوك الصغير اللي أدى ألم أسنان. فهذه الجملة اللي طانيها كأمر داي أمرك أنه أنت أو ينطيك التعليمات اللي راح تتبعها بعمل جملة اقتراح. بعد ما بتعمل هذا بعد المثال أصعب، شوف شو يقول، يقول لي make suggestion for your little brother، نفس الشيء سوي الاقتراح لأخوك الصغير about where to spend the holiday. شوفوا إن أنا طلاب هذا الجواب أو هذا السؤال أدي عدة إجابات إليه. يقول لك سوي اقتراح لأخوك الصغير عن أين تقضي العطلة. كيفك؟ تريد تقول أنا أريد أقضي العطلة بباريس، تريد تقول أنا أريد أقضي العطلة بالشمال، تريد تقول أنا أريد أقضي العطلة بلندن. أنت تختار المناسب، المكان المناسب للجملة. بس هالمرة حددني بأداة تريدك شبشب تستخدم لي قاعدة الهاو أباوت. يلا أجي أنا، شنو قاعدة الهاو أباوت؟ هذه الهاو أباوت زائد شج وراها فعل يحمل ing. استاذ دورت ما منطيني فعل. هو ايش قال لي؟ قال لي اين تريد ان تقضي العطله؟ انا اريد اقضي العطله، هو طبعا ذا هوليداي العطله كامله عطله اخير السنه. وانا اريد اقضي العطله مثلا اقول له باريس. باريس اسم مكان، انا اريد فعل. شنو الفعل المناسب لباريس؟ نفس فكره السينما، السينما تعتبر مكان. الفعل المناسب للسينما ايش جبت له؟ جبت له go to the cinema، أذهب إلى السينما. باريس اسم مكان، شو الفعل المناسب إليه؟ go to Paris. إذن أخلي الفعل go، بس انتبه لي الهو about الفعل المناسب إليه شنو؟ يعني يجب أن يحمل ing، فأخلي going. لما لا نذهب أو ماذا عن الذهاب to Paris؟ ليش ما نروح لباريس؟ وعلامة استفهام. أقدر أستخدم أو أقدر أنطي اقتراح ثاني؟ نعم أقدر. مثلا أقول how about going
to London. لما لا نذهب إلى لندن. How about going to the north? لما لا نذهب إلى الشمال؟ وهكذا. إذن عدة اختيارات أو عدة اقتراحات أقدر أقدمها. ليش؟ هو لأن ما محدد لي. لأن قال لي كيفك اختار أي مكان تني تروح له، فبالتالي الإجابة راح تكون متفرعة. مثال آخر: suggest a place to with your friend. Use how about. شوف شو يقول. يقول أريدك تستخدم لي شنو؟ How about. إذن الهداسة اللي أنا راح أستخدمها how about. وش قايل لي؟ قايل لي أنا أعطيتك هالمرة مكان، يعني أنا هالمرة مساعدك شوية، مو مثل ذيك قاطع عنك المي والكهرباء، ما منطيك لا فعل لا اسم لا اقتراح لا أي شيء. هالمرة أنا منطيك تلميح صغير اللي هو شنو؟ الميوزيوم. شنو معنى الميوزيوم؟ معناها متحف. يلا شو تقول القاعدة مال how about؟ ولا يقول لي استخدم لي قاعدة how about. أقول له how about زائدا الفعل يحمل ing. استاذ المتحف اسم مكان، انا اريد فعل مناسب لهذا الاسم. نفس السينما، السينما مكان، المتحف مكان، اجيب له فعل مناسب للمكان. شنو هو؟ going. how about going to the museum. انزل الميوزيوم. museum. لما لا نذهب الى المتحف. اصبحت جمله اقتراح. الطلاب اريد اوضح هم انا بعطيكم صيغه خاف المدرس ينتبه لها او خاف يجيب لكم اياها او خاف تجيكم بالوزاري. لنفترض نفس هذه الجملة كاملة، بس هالمرة قال أو عيد صياغتها. على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي make suggestion، سوي لي اقتراح about عن what you will eat، عما سوف تأكله. إيش قال لي أريدك تستخدم لي؟ على سبيل المثال chicken، دجاج. يعني سوي لي اقتراح عن الدجاج. اجي شنو الاداه اللي استخدمها؟ كيفك. هاو اباوت وود يو لايك ليتس الى اخره. كيف ما تشتغل تستخدم واستخدم. هنا افترض ان استخدم نفسها هاو اباوت. اقول هاو اباوت زائدا فعل مناسب للاسم اللي منطيني اياه. هنا ميوزيوم متحف. اقول له جو تو ذا ميوزيوم، نذهب الى المتحف. هنا شكل دجاجة، الدجاجة شو نسويها؟ شنو الفعل المناسب للدجاجة باعتبارها أكلة؟ أقول eat. How about eating chicken؟ لما لا نأكل الدجاج؟ ولا تنسون علامة الاستفهام. هذه الفعل شلون جبت أستاذ؟ شلون عرفت إنه هذا الهاب فعل مناسب للشكل؟ أخذناها كذلك بالدرس السابق بالجدول مال الأفعال والأسماء المناسبة. انطاني أكلة أقول له eat، انطاني مشروب أقول له drink، انطاني اسم مكان أقول له go، وهكذا. إذن أقول له how about eating. استاذ أقدر أستخدم فعل ثاني؟ نعم. شيل eating خلي هذي. شنو معنى هذا؟ يحظى. لما لا نحظى بدجاج؟ ليش ما نروح ناكل دجاج أو نحظى بأكلة الدجاج؟ إذن أنا أقدر أستخدم أكثر من فعل مع هذه الجملة. انطاني مكان قلت له go، انطاني هالمرة أكلة راح أستخدم وياها فعل eat، فأجيب فعل مناسب للجملة من عندي. أنا بعطيكم أمثلة إضافية على ما تدربون نفسكم أكثر عن موضوع making suggestions، عمل الاقتراحات. أنا يقول لي why not. هالمرة لأن إحنا شفنا بالأمثلة الوزارية للسنوات السابقة أبد ما جايب لي why not. لا أنا جبت لكم why not. Why not go no going go to go to the theater. الwhy not شذي وراها فعل يحمل فعل مجرد. بقول له why not go to the theater. لما لا نذهب إلى المتحف؟ جايب لي أهلنا نعرف كل اختيارات. How about play video games؟ إيش قال لي؟ قال لي correct. شنو يعني correct؟ يعني صحة. الفعل اللي بين قوسين أريدك تصحح لي إياه. How about أنزلها. شو يجي ورا how about؟ يأتي بعدها فعل لازم إيش فيه؟ the ing. How about playing زاد التكملة video games. لما لا نلعب ألعاب الفيديو؟ اللي بعدها use would like to make suggestion concerning watching movie. نفس الفكرة بس ألقى كلمة concerning وما قبلها تحذف. أريدك تستخدم لي would you like. أقول له would you like. شو يجي وراها؟ يجي وراها to ومن ثم فعل مجرد. ال watching هنا أنا هو جايب لي إياها بها ing، لازم مش أخليها، خليها مجردة. would you like to watch movie. هل ترغب أو هل تود أن تشاهد movie فيلما؟ استخدم القاعدة would you like. الفعل خالي بـ ing
وخرت وخرت لا ينجو وخليت فعل مجرد. أعيد وأكرر لما نام إذا كلمة concerning أحذف ما قبلها، أحذف هي واللي قبلها، والكلمة اللي بقت عندي الأولى فعل والثانية اسم. إذا بقت عندي كلمة واحدة هذه كلمة تعتبر اسم، فبالتالي لازم أجيب لها فعل مناسب إلها. بعد suggest your little brother about where to spend the weekend. شوف هالمرة بدلاً اقترح على أخوك أين تقضي عطلة نهاية الأسبوع. هنا ننتبه عطلة نهاية الأسبوع ما يصير مثلاً تقول I would like to go to Paris، خل نروح لباريس، أو would you like to go to Paris، لأن عطلة نهاية الأسبوع يوماً وما تروح لباريس. فهنا نكون الجواب معقول. قال لي استخدم لي شنو how about، أجي شنو قاعدة في how about، أقول له how about زاد الفعل، أجي مثلاً going، لما لا نذهب وين تريد تروح بعطلة نهاية الأسبوع to the museum، لما لا نذهب إلى المتحف، المتحف زيارة خفيفة ما اليوم يوماً لا أكثر. فهنا أنا جبت اقتراح مناسب لعطلة نهاية الأسبوع ويكند. عطلة نهاية الأسبوع اللي عبارة عن يوم أو يومين. لكن قبل شوية المثال اللي أعطاني إياه يقول لي about the holiday، عن العطلة، العطلة الكبيرة holiday، لازم أجيب له فد عطلة أو فد اقتراح يناسب عطلة الأربعة أشهر أو الثلاثة أشهر. هذا ما يخص موضوع عمل الاقتراحات بكل تفاصيله. أخذنا القواعد مالته، أخذنا الوزاريات مالته، أخذنا الأمثلة الإضافية عنه، تعرفنا شلون يجينا بالامتحان على شكل صحيح الفعل، على شكل اختيارات، على شكل عمل اقتراح، وعرفنا شلون نجاوب عنه. الآن أكو موضوع هو مو موضوع على حدة، هو تابع لموضوع الاقتراحات، هو شنو؟ الموافقة وعدم الموافقة على الاقتراحات. أنا شلون أعرف بالامتحان يريد من عندي إني أوافق على الاقتراح، وشلون أعرف إني يريدني أرفض أو عدم موافقة على الاقتراح؟ إذا قال لك accept أو agree، accept معناها موافق وagree معناها موافق، وافق على الاقتراح. يجيب جملة اقتراح مثلاً يقول لي let's go to cinema، دعنا نذهب إلى السينما. وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي accept أو يقول لي agree. شلون توافق؟ أنت بكيفك توافق بإحدى الطرق التالية. شو تقول؟ إما تقول yes let's، نعم دعنا، أو تقول yes why not، نعم لما لا، أو تقول yes I'd love to، نعم أنا أرغب بذلك، أو yes that's a good idea، نعم تلك فكرة جيدة. سؤال موجه لكم، هذني الجمل وين لاقتنا؟ لاقتنا بداية الدرس لما نشغل لنا الأستاذ المقطع الصوتي وقال لي رتب جمل المحادثة. قبل شوية دور الطلاب اللي بيناتهم كانوا وش يقولون؟ مثلا واحد قال ليش ما نروح للسينما؟ واحد جاوبه قال له yes that's a good idea، نعم تلك فكرة جيدة. من هاي الجملة جه صادفتني هو ذي مهد للموضوع. إذن عرفنا إذا قال لي agree أو إذا قال لي accept معناها موافقة. أنت بكيفك تستخدم واحدة من ذي العبارات، ما أحددك بالامتحان يقول لك تستخدم العبارة الفلانية زين. أو إذا قال لك refuse، شنو معنى refuse؟ أرفض أو disagree، لا توافق. عدم الموافقة شنو العبارة اللي أستخدمها؟ أدي فقط عبارة واحدة اللي هي no I'd rather not، كلا أنا لا أفضل ذلك. هذا ما ترى موضوع جدا بسيط، مجرد أنا أعرف هذه العبارات أو أحفظ واحدة من العبارات. مثلاً أسهل عبارة اللي هي yes let's، إذا قال لي أدري أقول له yes let's، وإذا قال لي disagree أقول له no I'd rather not، كلا أنا لا أفضل ذلك. بالمناسبة هذا الموضوع بسيط ووايد كرر بوزاري، يأتي بصيغة واحدة. شنو هي الصيغة؟ يقول لي let's play tennis. أوقف، شلون عرفت اقتراح؟ من خلال عبارة let's، let's وإجا وراها فعل مجرد وتكملة. رجعوا ولو وايد أخرتكم أو وايد لحيت الموضوع بس على متحوظون، let's ومن ثم فعل مجرد، يلا let's ومن ثم فعل مجرد. عرفت إنه هذه جملة اقتراح، let's وفعل مجرد. قل لي أريدك accept، شنو يعني accept؟ يعني وافق. يلا شلون نجي نوافق؟ أقول له yes let's، نعم دعنا، أو yes why not، نعم لما لا، أو yes that's a good idea، نعم تلك فكرة جيدة. كيف تستخدم العبارة اللي تريدها؟ نفس الطريقة هالمرة ايش قال لي agree to the suggestion، وافق على الاقتراح. كيف شو تقول؟ أقول له yes let's، ما أريد أنا على مود أحفظها لأن جدا بسيطة، نعم دعنا نذهب. بعد مثال آخر let's go for a picnic، ايش قال لي؟ قال لي accept، لأنه عندنا مناسبة
2019 دور أول، 2017 لطلبة الموصل إلى آخره. هذا أمثلة وزارية. وش أقول له؟ أقول له yes, let's. نعم، لا لا. قال لي accept مرة أخرى. أقول له yes بدون ما أضغط. yes, let's. نعم، لا لا. بعد refuse. هالمرة إيش قال لي؟ ما قال لي وافق. قال لي أرفض. شو أقول له؟ بالرفض الموضوع يختلف. شو أقول له؟ أقول له no, I'd rather not. no, I'd rather not. كلا أنا لا أفضل ذلك. هذا ما يخص كل المواضيع القواعدية اللي بهذا الدرس. درسنا مطول لكن جدا مهم الوزاري. شفتوش قد نتكرر بالامتحان الوزاري كل سنة؟ لابد 100% واحدة من هذه المواضيع الثلاثة يجيك بالامتحان الوزاري. إذا ما جاب ليها ثلاثة وعليها 6 درجات فحاول تجمعها من ملاحظات بالدفتر، تحفظوها، تحفظون الأمثلة الوزارية، تكتبون الأمثلة الوزارية، تحلوها وتدربون نفسكم لأن مهمات امتحان الشهر الثاني نصف السنة والامتحان الوزاري. الآن ننتقل نرجع نكمل كتاب النشاط. شو يقول لي كتاب النشاط التمرين رقم 1؟ يقول لي complete the sentences with the correct form. Logo, logo, logoi. نانا يقول لك أنا عرفتك أو حسيت بك قمت تشبك بين القواعد كلها. هالمرة أريدك أو أريد أتأكد إنه أنت حفظت القواعد اللي أنا قلت لك خلال هذا الدرس. فإما تخليني to go to فعل مجرد أو تخليني go فعل مجرد أو تخليني going فعل B-I-N-G. حاول تراجع، توقف الفيديو، تراجع الملاحظات وتراجع القواعد، تسد الدفتر وتجي تختبر نفسك بهذه الجمل. هسه would you like شي جوا to زال فعل مجرد. إذن أقول let's go. How about شي جوا going فعل مجرد فعل يحمل ING بقول له going. I'd rather شي جوا فعل مجرد go. Why not شي جوا فعل مجرد go. I'd love to زائد فعل مجرد اللي هو الجو. Yes, let's شي جوا فعل مجرد اللي هو الجو. هذا التمرين تمرين وزاري مهم جدا 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 بالامتحان الوزاري. شلون يجي نستعمل؟ يجيني مثل ما هو، يجيب لي احد هذه الجمل ويخير لي بين to go, logo, logoing. انت حسب القاعده، اما جمله اقتراح، جمله تفضيل، مثلا انا لدي اقتراحات، I'd rather جمله تفضيل، why not اقتراح، I'd love تفضيل، let's اقتراح، اللي اخذناه كل القواعد خلال هذا الدرس. انت حسب القاعده، حسب الاداه اللي انت حافظها، لازم تختار الفعل المناسب للجمله. اما التمرين رقم 2 يقول لي complete the conversation between Russia, Sana with the words in the box. اكمل المحادثه بين رشا وسانا باستخدام كلمات من الصندوق. فانا رشا شو تقول؟ تقول I am bored، انا اشعر بالملل. What can I do today؟ ما الذي يمكنني فعله اليوم؟ تقولها why، الواي شو يجي وراها؟ why not؟ لما لا؟ لما لا go to the mall؟ لما لا نذهب الى المجمع؟ تقولها I'd فراغ not. شو الكلمه المناسبه للفراغ؟ I'd rather not اخذناها بما بعدم الموافقه. I'd rather not انا لا افضل ذلك. I hate the mall انا اكره المجمع. It's too busy on Fridays انه جدا مزدحم يوم الجمعه. How about اكيد لازم اخلي فعل بي اي ان جي بقول له going. How about going to the beach؟ لما لا نذهب الى الشاطئ؟ فتقول لها yes I'd rather to go. I'd like to go اخذناها من قواعد الـ I'd like والـ I'd love والـ I'd rather. Okay, why not؟ حسناً، لما لا فراغ to the park؟ الـ why not شي وراها؟ فعل مجرد، ليش فعل مناسب للجملة؟ go. Why not go to the park؟ لما لا نذهب إلى البارك المتنزه؟ That's a good idea. Do you want to come؟ هل ترغب بأن تأتي؟ فراغ go to the park together. Let's go to the park together. Let's يجي وراها شنو؟ فعل مجرد. هذا مجرد نشاط صفي للتدريب على أكثر على استخدام أدوات الليتس، الواي نوت، الآيد رادر اللي هي نفس الفكرة اللي هي أدوات الاقتراع وأدوات التفضيل. كان نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. درس مطول جدا لكنه مهم جدا. أخذنا به موضوع البريفرنس التفضيل، موضوع السجستشنز الاقتراحات، موضوع الموافقة على الموافقة على الآراء والمقترحات،
كذلك أخذنا الصياغة الوزارية للسنوات السابقة، شلون يجي الامتحان، شلون نقدر نجاوب عنها. هل تسجلون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها أو تشترون الملزمة اختصارا للوقت على تختصر عليكم الوقت، راح تلقون كل الأمثلة اللي شرحناها بهذه الملزمة وكذلك الشروحات والملاحظات اللي نتطرق لها تلقوها كاملة ملخصة في الملزمة اختصارا للوقت. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف.